اليوم بمدينة الداخلة استمعنا بإمعان لكلمة السيد وزير العدل السي عبد اللطيف وهبي بمناسبة الندوة المنظمة من طرف الهيئات المحامية لدى محاكم سيناء بأكادير وقلم والعيون وجمعية هيئات المحامين المغرب ومجلس العدل السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمكتب الجهوي اللي الوداد يحسن القضاة وهي تدخل في إطار أعمال الدبلوماسية الموازية خصوصا بعد الاعتراف ديال مجموعة من الدول الأفريقية والعربية إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء وإبراز الفعل الفعلي للتمثيلات الدبلوماسية بالمدينتين الداخلة والعيون. كلمة كانت تنصب في دور الدفاع للدفاع على القضية الترابية وخصوصا في تفعيل إيجابيات الحكم الذاتي. استمتعنا من خلال الكلمة ديال السيد وزير العدل وقارناها ما بين الكلمة المكتوبة والكلمة الملقاة وانتظرنا من السيد وزير العدل أن يكون هذاك القيمة الكبيرة المنتظرة والتي يشهد بها التاريخ ويشهد بها الواقع والمعاملة ديال المحامون خدمة القضية الترابية أن تكون بمثابة الدافع الإيجابي الذي يجعل من هذا المحامي يستحق أن يكون وزير العدل باعتباره محامي مناسبة ومحامي وصديق وأخ وعشنا معه محطات عديدة في النضال المسار دياله أن يكون هذا الوزير العدل هذا بمثابة المساهم في إخراج قانون المهنة بشكل تشاركي. ونتحدث عن شكل تشاركي لأنه وزارة العدل سبق لها التزمت بأن أي قانون مهنة لابد أن يكون خروجه بشكل تشاركي ما بين الوزارة والهيئات المحامين باعتبارها العالمة والعارفة والمتبصرة والراصدة لكل الحاجيات والظروف والملابسات والمعيقات التي يعاني منها المحامي. وبالتالي أن الدعوة إلى تغيير قانون المهنة أعتقد بأنه يجب أن تكون ضمن التحفيز وضمن الاعتراف وضمن المساهمة العاطفية والإنسانية والتعبيرية التي تجعل من المحامي ليس فقط ننظر إليه في الجوانب السلبية. المحامي في عنده جوانب عديدة إيجابية. رأى المحامون في المغرب مدة أربعة عقود وهم يقدمون المساعدة القضائية بالمجان. المحامون طوال المدة بعد الاستقلال وهم الصف الأمامي من أجل إحداث هذاك الانتقال الديمقراطي والتناوب ديال السلطة والدفاع عن المعتقلين والمساهمة في تحقيق الحريات ومساهمة في تحقيق العدالة ومساهمة في إبراز القيمة ديال الترافع. وبالتالي بأن هذا الشيء كله ما يمكنش أننا اليوم نقوله بأن المحامي أصبح غير مؤهل وهو بحاجة إلى أشياء ربما دافع عليها النقباء قبل هذه اللحظة هذه بمواقف ثابتة. وكذلك إذا كنا كنهضروا على العولمة ولا كنا كنتكلموا على أننا بغينا نطوروا هذا المحامي هذا ودون أن ننقص من قيمة